اهلا وسهلا فيكم منورين. والله كورونا كان شوف كعائله بالعكس خدنا وقتنا مع العائله انبسطنا مع بعض، وكشغل وكصحه كان منه مزيان، بس الحمد لله ان شاء الله هي فتره وبتزول يا رب. حجر الصحي ما خوله هو كخوله لا يمل، عارف كيف؟ بس هي بيصير في فزع على العائله، على ابنك، على عائلتك، على احبابك، اصحابك، كل اللي حوالينا بصير عندك فزع كبير كتير، لأنه هيدي موجة عجيبة غريبة فجأة. منقول يا رب هالأزمة تزول وهالمرض يروح عنا ونرجع مثل ما كنا يا رب. من كورونا استفدنا أنه الحياة ما فيها شيء، الحياة غير هي يعني حياة تعيشها، تحب الناس، لأنه ما في شيء بيستاهل، لأنه ممكن بأي وقت من تكون تموت أو شيء أو كذا. بالعكس هذا بالعكس مسج لكل العالم أنه ما في شيء بدوم، الحياة حلوة، عيشوها مثل ما هي، حبوا بعضكم بدون كراهية بدون شيء، لأنه صدقني الحياة ما فيها شيء. المغرب صار بدمي، المغرب بالدم، مثل ما بتعرف ابني مغربي، مغربي ولبناني، فخلص أنا ولفت مثل ما بيقولوا، ولفت المغربي وصار كل شيء عادي. خولة شوف الحلو فيه، خولة حتى لو ما بتعرف الطيب مثلا شيء حاجة بتشوفها على اما او على اليوتيوب بتشوفها بتطيب ليها، يعني ما عنده شيء صعب. خولة حتى اللبناني، هي المغربي بيكون اهين من اللبناني، اللبناني صعب لانه هي ما عامله لبناني قبل. بقى بتسال الوالدة ديالي كيفاش كنديرها هكا، والوالدة تقول كلها شو اكثر اكله مغربيه كتحب؟ والله الاكلات المغربيه كلهم طيبين، بس اكثر شيء يعني الكسكسو. والله اتلقيت مع خوله بعرس مغربي وتطور وصرنا نحن عندنا العرس ديالنا، وكان في عرس مغربي تطورت العلاقه لحتى تجوزنا ودرنا العرس المغربي بنفس الطريقه. اول شيء علاقه عجب طبعا، هي بتصير انه نوع بنت حلوه لفتت لي نظري، حاولت اتقرب منها، كنا على نفس الطاوله، كنت انا حتى موجود لحتى اعمل وصله غنائيه وهي كمان، صرنا نتعرف عليها وقلنا انا متبعك بالسر اكاديمي بعد ما اخذت كل التفاصيل، وحتى هي قالت لي انا من الاصوات الجميله انت، وتعرفنا على بعض شوي شوي ولحتى حبينا بعض. جديد ان شاء الله عم حضر لاغنيه جديد، يعني حتى وسام جديد بالراي، الراي المغربي والجزائري، ألحان مهدي مزين، كلمات محمد المغربي، توزيع جواد، عمل رائع جدا، وهلأ عم نصوره على طريقة الفيديو كليب، وإن شاء الله أول أيام الأعياد إن شاء الله حينزل بالأسواق. جمهور المغرب شو بدي، الحب حب كبير كتير بينه وبينه، أنا بدي أعطيه كل بدي أتمنى لهم الصحة الدائمة يا رب، وعلى طول تكونوا فرحانين، وإن شاء الله هالأزمة بتزول وبترجع مثل ما كنتوا أحسن إن شاء الله يا رب.